الله اوقاتكم بكل الخير مشاهدي متابعي قناه المدى الفضائيه في كل مكان، احييكم وانا اجدد لقائي بكم عبر حلقه جديده من برنامجنا الرياضي المدى استاديوم. محور حلقتنا هذا اليوم سيتم الحديث فيه عن الجوله الحادية عشرة من دوري الكره الممتاز. سنناقش كل ما دار في هذه الجولة على قدر الإمكان مع ضيف هذه الحلقة. تعالوا معي لنرحب بضيف هذه الحلقة الكابتن بسام رؤوف، ضيفنا الدائم في الاستوديوهات التحليلية. مساء الخير وأهلا وسهلا. مساء الخير عليك دكتور وعلى جميع مشاهدي قناة المدى وبرنامجنا الجميل برنامج استاديوم. شكرا جزيلا كابتن. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة عبر فقرة صورة وخبر، تعالوا معي لنتابع. وزارة الشباب والرياضة تنهي كافة تحضيراتها استعدادا لزيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الحظر عن الملاعب العراقية. وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطاني يتفق مع وزير التربية محمد إقبال على إعادة تأهيل ملعب الكشاف الذي يعد من أقدم ملاعب العاصمة بغداد ليكون جاهزا لاستقبال الأحداث الرياضية المتنوعة. مدرب فريق نفط الوسط بكرة القدم عبد الغني شهد يؤكد أن الحارس محمد حميد وزميله اللاعب أمير صباح يسابقان الزمن للحاق بمباراة الجيش السوري نهاية الشهر الحالي. مدربي كرة نادي الزوراء عصام حمد يؤكد أن فريقه جاهز لمباراته المقبلة أمام فريق الحسين رغم بعض الغيابات، معتبرا أن الفريق يسعى للفوز رغم خشيته من أرضية الملعب غير الصالحة للعب. مدرب كرة نادي الحسين عادل عجر يبين أن مباراة فريقه أمام الزوراء ستكون للتاريخ، مؤكدا أن فريقه سيكسب المباراة رغم صعوبتها وقلة خبرة لاعبيه. مدرب كرة النفط حسن أحمد يعرب عن قلقه من الظروف الجوية التي تحيط بمدينة زاخو والتي أثرت بشكل واضح على ملعب دلال الذي سيحتضن مباراة فريقه أمام زاخو. اللجنة الشاطئية في اتحاد الكرة تحدد يوم 25 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات دوري اللعبة بنسخته الجديدة. أخيرا فريق الشرطة السلوي واصل انتصاراته في الدوري الممتاز محققا فوزه السابع على التوالي وذلك على حساب فريق الصليخ بفارق 30 نقطة. أولى متابعتنا من محافظة ميسان اللي احتضنت منافسات بطولة الجامعات بكرة الصالات بمشاركة 20 جامعة أهلية وحكومية. تفاصيل في تقرير أحمد كريم. بمشاركة 20 جامعة حكومية وأهلية أقيمت في مدينة العمارة بطولة الجامعات العراقية بخماس الكرة والتي استضافتها جامعة ميسان، وأكد القائمون على البطولة أن الهدف منها هو اكتشاف المواهب وصقلها فضلا عن خلق الأجواء التنافسية بين الفرق الرياضية. بمشاركة أكثر من 20 جامعة وكلية أهلية ممثلة لجميع محافظات العراق، هذه الجامعات قسمت إلى مجاميع تتبارى فيما بينهم للظفر بلقب هذه البطولة. أتمنى للجميع مشاركة رائعة ونشاط طلابي رائع يظهر المواهب والقدرات الحقيقية لطلبتنا. افتتاحية حلوة، الفرق المشاركة عددها يعني عدد فاق العدد المشاركين بالدورة السابقة أو البطولة السابقة. احنا منتخب جامعة السامراء إن شاء الله على استعداد تام لهذه البطولة. المشاركون في البطولة من مختلف المحافظات العراقية أكدوا أن إقامة هكذا فعاليات من شأنه الارتقاء بالجانب الرياضي وكرة الصالات على وجه الخصوص من جانب، فضلا عن تعزيز التماسك بين أبناء البلد الواحد. أحب أشكر جامعة ميسان على هذه الاستضافة الجميلة للبطولة وهي دائما سباقة بهذا الشيء، ومشكورة جدا لأن استقبلتنا من محافظات بعيدة. احنا العام شاركنا وإن شاء الله السنة نطمح نكون منافسين على البطولة ونساهم بإنجاح هذه البطولة الجميلة. نشكر جامعة ميسان على استضافة البطولة القدم الصالات. احنا جايين من منطقة الشمالية نمثل جامعة الكركوك، اتمنى يعني يستمر هاي البطولات واستضافات حتى نتمنى يعني تشاور.
هو قسمت الفرق المشاركة في البطولة إلى 4 مجاميع تضم الواحدة 5 فرق تتنافس على لقب البطولة التي حمل لقبها في النسخة السابقة منتخب جامعة ميسان على حساب فريق جامعة ديالى. من ميسان أحمد كريم، المدى. متابعاتنا مستمرة حقيقة. متابعة أخيرة قبل الدخول في تفاصيل الموضوع، هذا اليوم حقيقة أثناء الرصد لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يعني حقيقة أثارنا منشور لزميلنا العزيز أرشد الساعدي يتعلق بمدرب منتخب البراعم الكابتن فيصل عزيز. راح نقرأ الآن هذا المنشور. أرشد كاتب: الاعتداء على الكابتن فيصل عزيز بالضرب اليوم صباحا من قبل أحد الضباط في وزارة الشباب والرياضة مرفوض إطلاقا، يجب على وزارة الداخلية وعلى وزارة الشباب والرياضة تقديم اعتذار رسمي للخلوق أبا غزوان. احنا حقيقة للوقوف على تفاصيل هذا الاعتداء واللي دار أثناء دخول الكابتن فيصل عزيز لاتحاد الكرة، لأنه اللي ما يعرف الدخول لاتحاد الكرة يتم عبر بوابة وزارة الشباب والرياضة. ينضم لنا عبر الهاتف في مداخلة الكابتن فيصل عزيز مدرب منتخب البراعم. نقول لك مساء الخير عليك كابتن فيصل. مساء الخير دكتور موفق، عليك وعلى قناة المدى وعلى ضيوفك الكابتن بسام رؤوف وعلى كل محبين ومشاهدين قناة المدى على اهتمامهم ومتابعتها للأمور التي تتعلق بالاعتداءات من بعض المحسوبين يعني حقيقة على وزارة الشباب والرياضة أو على وزارة الداخلية. احنا كنا اليوم يعني فرحين ونعرف معالي وزير الرياضة والشباب باهتمامه ومتابعاته وزيارته إلى زيورخ مع رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود أبو مصطفى والكابتن يعني حسين سعيد حول رفع الحظر عن الملاعب العراقية. فإحنا اليوم يعني إذا كان رفع الحظر عن الملاعب العراقية بهذا الجانب يعني يتطلب علينا من معالي وزير الشباب والرياضة أن يكون له ناس يعني مسؤولين على هذه الأمور الداخلية يعني خاصة بالنسبة للرياضيين والرواد والأبطال بالدخول إلى وزارة الشباب والرياضة أو إلى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يعني كوني مدرب لمنتخب البراعم. حقيقة يعني إحنا اليوم يعني شفنا هذا العمل اللي إحنا حقيقة كابتن فيصل حز في نفسنا هذا التصرف، لأنه اليوم اللي يجري عليك يعني يوم غد علينا كنا هذا الأمر، لذلك الجميع رفض هذا التصرف واستهجنه. إعلام وكسلطة رابعة يعني هذا اليوم الباب اللي مفتوح من هذا الباب خاصة يعني من باب الوزارة دخول للاتحاد. فإحنا اليوم السلطة الرابعة والإعلاميين يعني يأخذون خبر ويتناقشون ويتداخلون بأمور لرفع الحظر. يعني إحنا اليوم كنا مستعدين لمساعدة على رفع الحظر، لكن لما يجون ناس يعني محسوبين على الرياضة ممنوع دخول الصحفيين، ممنوع دخول المدربين. يعني أنا اليوم مثلا مدرب منتخب براعم من أجل الاتحاد غير يعني لدي التزامات ولدي واجبات. بالضبط شنو اللي صار كابتن؟ بالضبط شنو اللي صار كابتن إذا أمكن؟ مثلا يعني بالتفتيش ظهرنا يعني ظهرنا البطاقة الشخصية للاتحاد كوني مدرب منتخب براعم، ظهرت البطاقة مالتي اللي يسمح لها بدخولي لوزارة الشباب والرياضة أو حتى ملعب الشعب. نعم. فكل هذا يعني أنا عرفت إن أمام هذا الشخص فاكت يعني للأسف يعني بدأ منه تصرف غريب. وحقيقة يعني أنا أشكر الرائد باسم. نعم. اللي يعني قام بجهود يعني ترضية ومشكور، لكن هذا الرائد مؤيد يعني حقيقة يعني قام يعني بتصرفات وبكلمات غير لائقة، لكننا نقول ونعاتب وزارة الشباب والرياضة أن تضعون الرجل المناسب في المكان المناسب. اليوم الرياضيين من يدخلون والرواد والإعلام والصحافة هي تدخل إلى الاتحاد أو تدخل إلى الوزارة، هي ليش سموها وزارة الشباب والرياضة؟ هي تهتم يعني تعتني بكل الرياضيين
وبكل الشباب. احنا اليوم اذا اردنا ان نكسب المستقبل ايضا نكسب الشباب، فايضا بهذه الصفه اذا كسبنا الشباب، لكن مو بهذه الوجوه. هذه الوجوه يعني للاسف عباره عن ناس مخربين، وانا اتمنى من وزير الشباب والرياضه ان يضع الرجل المناسب بالمكان المناسب. احنا حقيقه الجميع استهجن والجميع معك، وان شاء الله يعني هذا الموقف لن يتكرر مع اي شخص، لانه مثل ما نوهت حضرتك انه داخل لوزاره هي وزاره الشباب والرياضه او مدينه شبابيه من ضمنها الوزاره، بها قاعات المراكز الوطنيه وبها ايضا اتحاد كره القدم، الطب الرياضي، الطب الرياضي اصلا يدخلوه ناس عاديين ايضا يتعالجون في الطب الرياضي مقابل مبالغ زهيده جدا جدا. فعموما كابتن احنا ان شاء الله يعني الجميع الاعلام الوسط الرياضي استهجن هذا التصرف، وان شاء الله ينوضع له حد، لانه يجب ان يكون هناك تعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره الداخليه تحديدا يعني حمايه المنشات في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. انا حقيقه دكتور يعني بس اذا تسمح لي يعني انا اليوم يعني حقيقه يعني اشكر الاتصالات اللي وصلتني من وزاره الداخليه واللي وصلتني من وزاره الشباب والرياضه واهتمام ومتابعه الوزير والاستاذ احمد الموسوي والاخوان يعني بالاتحاد، الاخ كامل صغير ابو سام والاخ سعد مالح لاهتمامهم ومتابعتهم للمدرب العراقي اللي يعمل ضمن سقف الاتحاد. نعم. فهذا اللي احنا نقول يعني نتمنى مرات من اخواننا ان تكون الرياضه هي الرياضه حمامه سلام. صحيح. وشعارها معروف، فاليوم اللي يوقف بالباب الاتحاد يعني يجب ان يحترم. يعني انت اليوم ما انا من اجي ادخل للاتحاد دا اطلع لك يعني بطاقه وزاره الشباب والرياضه، ودا اطلع لك بطاقه الاتحاد العراقي المركزي لكره القدم، شو تريد مني يعني بعد؟ انا وين رايح؟ وانت داخل داخل الى اتحاد كره القدم، صح؟ الاتحاد العام. نعم. ورايح لمديريه البلديات، هي دائرتي انت، انا مطيك يعني باجيا، الباجي يحمل وزاره الشباب والرياضه، وعندي بيه ترخيص، ومشكور الاخ مهدي عبد الصاحب اللي طلع عنها، لان تعرف انا مدرب منتخب براعم. صحيح. دخولي وخروجي في ملعب الشعب يجب علي ان ابرز البطاقه مالتي التعريفيه. نعم. جانب تربوي واخلاقي، لكن الانسان ما يجي يتعدى عليك يعني يعني بكلام وبالفاظ، يعني للاسف والله هذا رائد، رائد الرائد لا يعني هو المفروض يكون قدوه، المفروض يكون قدوه حقيقه جمهوري. نعم. ما تتصرف كابتن يعني كيف دخلت من الباب الرئيسي اللي كانوا به الناس الشرطه البسطاء؟ نعم. يعني عرضت لهم بطاقتي التعريفيه ودخلوني، اما انت كشخص هسه تتبلى علي بان هو قال كذا وقال كذا، هذا ما يجوز وهذا مو حقيقه. فانا اتمنى والجميع يعرف منو فيصل يعني. عزيز حقيقه الجميع يعرف منو فيصل عزيز. الحمد لله. فاتمنى من وزير الشباب والرياضه ان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا اللي ان شاء الله نطالب به، هذا اللي نطالب به، وان شاء الله يتم هذا الامر. انا شاكر. احنا مشاركين دكتور موفق، كلنا حقيقه يعني احنا مشاركين. نعم. برفع الحظر عن العراق، يعني انت اليوم يعني تضع بكل بساطه يعني تمنع فيصل عزيز، يعني هل يجوز؟ هل انت محارب؟ لا، هو اكيد اكو سوء فهم، ولا سامح الله يعني اكيد اكو سوء فهم بالموضوع. انا مثلت العراق ويا ما الرفع للسلام الجمهوري ونعزف للسلام الجمهوري ويعني مثلت بلدي من خير تمثيل. بالتاكيد هذه يعني الناس الوسط الرياضي الاعلام الرياضي يعرف من هو فيصل عزيز، واحنا نتمنى ان شاء الله هذا الامر يعني سريعا يعالج من قبل وزاره الشباب والرياضه ووزاره الداخليه باختيار شخوص مناسبين من حماية المنشآت ووضعهم في بوابة وزارة الشباب والرياضة. شاكرين لك هذه المداخلة الهاتفية كابتن فيصل عزيز مدرب منتخب البراعم. يعني كابتن بسام موقف صعب حقيقة، راح نتناقش به، لكنه خلينا الآن ندخل بموضوع الحلقة وبعدين نبدي أولا بموضوع الكابتن فيصل عزيز. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع التقرير اللي أعده عمر قحطان عن الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز.
إذا بعد تقرير عمر أتمنى من الأستاذ فراس يعرض لي جداول النتائج أيضا وجدول الترتيب. هذه النتائج: النفط فاز بأربع أهداف نظيفة، الكرخ تعادل مع السماوة بهدف لكل منهما، أربيل بنفس النتيجة، كربلاء والنجف مؤجلة، البحري يخسر أمام ضيفة زاخو بهدف لهدفين. أيضا النتائج الأخرى: القوة الجوية يفوز بهدفين لهدف، الكهرباء يتعادل مع نادي الحسين 0-0، أمانة بغداد نفس النتيجة أيضا التعادل مع نفط الجنوب، نفط ميسان يخسر أمام الطلبة بهدف لهدفين، الزوراء والشرطة سلبية أيضا. أيضا إذا أمكن الجدول الترتيب أستاذ فراس، نفط الوسط ما زال متصدرا بأربع وعشرين نقطة، الشرطة بفارق نقطتين، النفط والطلبة بنفس الرصيد بالمركز الثالث والرابع، وأيضا أمانة بغداد بالمركز الخامس نفس الرصيد، ميناء الحدود ثم الزوراء والنجف ونفط الجنوب، أربيل، نفط ميسان، القوة الجوية لديه ست مباريات مؤجلة، نادي الحسين المركز الرابع عشر، البحري، زاخو، الكهرباء، السماوة، الكرخ، وكربلاء متذيل الترتيب برصيد أربع نقاط. عموما نرجع إلى ضيفنا الكابتن بسام رؤوف، يمكن الأبرز هي قمة الجولة كانت ما بين الشرطة والزوراء، الجميع توقعها مباراة مثيرة حافلة بالندية بالإثارة بالأهداف، لكنه جميع التوقعات ذهبت أدراج الرياح. طبعا بداية دكتور بس حب أرجع على قضية كابتن فيصل عزيز. طبعا أكيد هو غني عن التعريف كابتن فيصل عزيز، وجه له تحية، وهو مقدر عند الكل. نعم. سواء عند اتحاد كرة القدم أو وزارة الشباب والرياضة أو أي مؤسسة أخرى رياضية أو غير رياضية، وهو لاعب محترم وإنسان محترم، لذلك عندما يعني يصدر أو تصدر إساءة بحق الكابتن فيصل عزيز هي إساءة لكل الرياضيين، ذلك إحنا أكيد يعني نقف بصف الكابتن فيصل عزيز، نرفض هذا التصرف أيضا تصرف هنا يعني مع الأسف، يعني إحنا بغض النظر إذا هذا كان ضابط أو أي رتبة كانت يعني في هذا المكان، يجب أن يحترم الآخرين ويجب أن يتصرف بتصرف لائق، وبالتالي هذا ما يمثل فقط نفسه، هنالك لابس هذا بدلة رسمية للدولة العراقية، عليه بأنه يمثل الصورة المشرفة للدولة العراقية مع مواطنين أيضا محترمين. السيد وزير الشباب والرياضة طبعا هو مو مسؤول عن أكيد. عن هؤلاء الأشخاص أكيد. وتصرفاتهم الغير لائقة، بالتالي الداخلية هي اللي ترشح أشخاص معينين لحماية هذا المكان، لكن التنسيق ضروري ما بين الوزارة ووزارة الداخلية. احنا تمنينا بأنه كل موقع يكون هنالك شخص إداري أقلها يعرف الرياضيين ودائما متواجد في هذا المكان، واكيد عندما تكون ضوابط وهو بين لا هي الضوابط الامنيه والاديريه في ظل هذا الظرف الراهن طبعا يعني ضروريه ضروريه جدا، لكنه ما توصل الى هذا لا مرحله بانه سي انت الكابتن، انا اعرف بانه مستحيل تصدر من عنده اساءه، لذلك انا اتمنى بانه تكون هنالك ابعاد هكذا نوعيه من الاشخاص، لان الاساءه بحق الرياضيين هي اساءه للسيد الوزير واساءه ايضا لكل كل بالضبط. رمز رياضي آخر. نتكلم عن قمة الجولة. قمة أولا. الجولة. طبعاً بالنسبة للمباراة الزوراء ونادي الشرطة، الكل كان يتوقع بأن المباراة فيها ندية وإثارة وحماس وجمل فنية رائعة وأهداف ربما تكون ملعوبة. الجمهور العراقي كله كان يشاهدها عبر التلفاز وكذلك من خلال الملعب المتواجدين في الملعب. لذلك كان هناك تحضيرات مسبقة أكيد من الجهاز الفني لكلا الفريقين، وبالتالي هناك حسابات دقيقة لهذه المباراة، وطبعا أكيد بالمباراة اللي تصير احنا نسميها كلاسيكو تصير هناك لا هذه دربي دربي عفوا العفو دربي تكون هناك خيارات مفتوحة لكلا الفريقين. لذلك أنا أعتقد بهذه المباراة احنا بصراحة ما كان هناك لا لون ولا طعم ولا رائحة، وبالتالي حتى يعني حارسي المرمى مرتاحين يعني كانوا مرتاحين ابدا. ما انا ما اعرف بالاستوديو التحليلي ايش حكوا يعني حقيقه، لكن انا اعتقد بانه كانوا زعلانين بشكل كبير. نوعيه اللاعبين الموجودين بنادي الشرطه
نوعا ما افضل من لاعبين نادي الزوراء، كان اللعب محصور اغلبه في وسط الملعب، وبالتالي بالرغم من هنالك تغييرات ايضا كانت هجوميه لاعبي نادي الشرطه، لكن هاي ما اثمرت عن تسجيل اهداف. الفريق الزوراء لعب بطريقه لعب 4-4 تقريبا 4-2-3-1، على عبد الزهره كان خلف لؤي صلاح، وبالتالي اللاعبي خط الوسط في الشوط الثاني كانوا اكثر جديه بالتعامل مع مجرى المباراه وسيطره وحصلوا على فرص نادي الزوراء، لكنها ايضا ما اثمرت. اللاعبين يعني طريقه اللعب هاي بصراحه يعني على ملعب الشعب والزوراء دائما يكون نقول يلعب بتحرر اكبر من الفرق الاخرى، يحاول يلعب كره سهله قصيره ومتوسطه وينتقل بالاطراف الى الامام، يملك عناصر ممتازه مهاريه، لكن هذا بالرغم من انه نتكلم احنا عن توظيف اماكن بعض اللاعبين خاصه اللاعبين الارتكاز، لكن ما كانت هنالك صناعه لعب حقيقيه، ما كان هنالك ضغط حقيقي على حامل الكره، هنالك اخطاء كثيره ارتكبت بصراحه من قبل اللاعبين بالتمرير الكرات، وبالتالي شكل الفريق ما ظهر بالصوره اللي احنا كنا نتمناها. لاعبين نادي الشرطه بالرغم بانه عبد القادر طارق كمهاجم بالاضافه الى مروان حسين بصراحه ما كانت الفاعليه اللي يتمناها، يعني احنا نتكلم عن مدرب محترف يجب بعد كل هذه الادوار يجب ان تشعر بان هناك لمسه حقيقيه، احنا بغض النظر عن النتائج لكن نريد نرى كره قدم، نريد نشاهد شيء يعني على ارض الواقع، وبالتالي ولي السالم تغير وتغير ايضا عبد الشيخ تغير ايمن ونزل جاسم محمد لتقويه صفوف الفريق الامام ومحاوله الضغط على فريق الزوراء لم تفلح كل التغييرات. انا اعتقد بان هنالك عناصر مميزه في نادي الشرطه امجد وليد من لاعبين لا اكيد اغلبهم لاعبي يعني منتخبات وطنيه، انا اعتقد يعني تتكلم يعني لاعب المنتخب الوطني يستطيع يعني ان يملك خيارات متعدده وخاصه اذا ما هو جاهز بعد كل هاي الادوار. المنتخب الوطني يجب ان يسطع الفارق يعني بالتأكيد، لأنه هو لاعب دولي يجب أن تتوفر به مواصفات تختلف عن اللاعب اللي يعني غير دولي، على الرغم من أنه القناعات يعني تختلف من مدرب إلى آخر في أحقية هذا إلى ذاك، لكنه أولا وأخيرا إذا كنت لاعبا دوليا يجب أن تصنع فارق. يعني إحنا دكتور أنا أيدك 100%، إحنا عندما نشاهد أمجد كلف وعندما نشاهد أمجد وليد يعني دائما تدري الفرق القويه تفعل الاطراف مالتها والجوانب مالتها بلاعبين سريعين ومهارين، اذا هؤلاء اللاعبين بصراحه ما اعطوا شيء في هاي المباراه، مهاجمين على مستوى عالي ما اعطوا شيء، لاعبين ارتكاز لاعبين مميزين ايضا ما اعطوا شيء، اذا على من تعتمد انت كمدرب هنا؟ هنا يجب ان تظهر عقليه المدرب، هنا يجب ان يكون هنالك الشيء ما يفكر به لا المدرب المنافس ولا ايضا الجمهور ولا اي شخص اخر، هنا تجي خبره المدرب باظهار قدراته كمدرب، يجب ان يجبر الفريق المنافس في حالات معينه على ارتكاب الاخطاء، وهنا هذا الدور نتكلم عنه دور يجب ان يكون يعني متعود عليه المدرب او اللاعبين. انا اعتقد بهذه المباراه ما شاهدنا فكر عالي لمدربين اثنيناتهم، مع احترامي كل احترامي لهم ما شاهدنا هذا الفكر على المستوى، لذلك اذا كانت مباريات الدربي بهذا المستوى احنا ما نعتب على المباريات الاخرى بصراحه. مباريات الاخرى ايضا مباراه الميناء والقوى الجويه كانت مباراه حقيقه، مباراه لو جرت على ملعب اخر لا يعني كان لها صدى وطعم ونكهه اخرى حقيقه. نعم طبعا اكيد مباراه يعني نتكلم احنا عن فريق القوى الجويه، فريق نعم. بطل كاس الاتحاد الاسيوي وبالتالي وهذه راح تبقى صفه ملازمه له يعني حتى في نعم خوض نعم وهذا شيء احنا سعداء به بالضبط. نتكلم عن باسم قاسم مدرب ايضا الخبره واللي هاي يمكن الاعوام يمكن اعتقد كلها عيد ميلاد باسم قاسم نعم. هاي البطولات سنوات السعاده وان شاء الله تدوم على باسم قاسم وعلى علي لانه بالتالي هي كلها تعود لنا. انا اعتقد بانه باسم قاسم فرض شخصيته على لاعبيه، استطاع بانه يقدم نفسه بصوره جميله مع نادي القوه الجويه،
اللاعبين انسجموا معاه فكره بسرعه وبالتالي يحترموه ويقدمون افضل عطاء معهم. وهذا الشيء اللي الايجابي بصراحه اللي احنا نتمناه عند مدربينه، بانه اللاعب يقدم افضل عطاء، يلتزم، يكون منضبط بكافه النواحي خارج الملعب وداخل الملعب. لذلك المتابعه الحقيقيه وبالتالي المنافسه الحقيقيه بين اللاعبين ايضا راح تظهر شكل الفريق. يملك فريق ممتاز، يملك عناصر جيده، يملك لاعبين خبره، مطعم بلاعبين خبره ولاعبين شباب، وبالتالي اعطاء فرصه لكل اللاعبين هو هذا العامل، انا اعتقد العامل النجاح بالنسبه لباسم قاسم. عماد محمد بالرغم بانه الشوط الاول ما استطاع، يعني اضاع فرص عماد محسن اضاع فرص كثيره، لكن احتفظ به للشوط الثاني ايضا وسجل هدف، هدف الفوز في المباراة، وبالتالي منح الثقة اللاعب خاصة المهاجم، يعني نتكلم عنه منح فترة أطول في المباراة، هذا معناته الإيمان بقدرات هذا اللاعب أعطاه بالضبط. هو جاي يتمركز صح، جاي يحصل على فرص، معناته هناك لابد بأنه ينجح في إحدى الفرص هذه، وذلك تسجيل هذا الهدف راح يمكن يعزز قدرات هذا اللاعب بالمباريات القادمه، وبالتالي يبدع هنا راح تظهر حاله الابداع عند هذا اللاعب. واعتقد يعني توالي الفوز رغم الخساره في الدور السابق امام النجف بالنسبه للقوة الجويه، اعتقد سيقفز سريعا الى المقدمه مع فرق المقدمه طبعا الاربعه على الاقل، طبعا هو ستدري انه يملك ست مباريات. احنا بالتسلسل مثل ما ظهر هنا القوة الجويه يعني لعب تقريبا لعب 5 مباريات فقط، وله 10 نقاط، يعني اذا بعد يعني اذا لعب 5 مباريات الاخرى من اذا فازن كلهن يصير هو المصدر في في المجموعه. لذلك انا اعتقد بانه عامل نجاح بان بشار رسنج يقدم اداء جيد، لاعب يستطيع استغلال المساحات بصوره جيده، الدريبلينج بالكره بصراحة ممتاز، لاعب سريع. ميناء أيضا يملك لاعبين جيدين، مدرب أيضا جيد، لكنه الجماهير تطمح للافضل. طبعا اكيد احنا انا جاي للميناء ان شاء الله دكتور، بس اسمح لي بشار لعب خلف جاي يلعب خلف المهاجمين، هذا جاي يساعد بصراحه بشكل كبير على تحرر منطقه الوسط، وبالتالي احنا جاي نشاهد كره القوه الجويه سابقا يلعبون كرات طويله لسرعه حمادي باستغلال هالمساحات خلف المدافعين. فيها في هالمباريات اختلف اسلوب نادي القوة الجوية، بدأ يلعب كرة منوعة، يدور الكرة، يستغل منتصف الملعب بصورة صحيحة، وبالتالي مس مستين يصل إلى المرمى باستغلال سرعة عماد وسرعة حمادي. أنا أعتقد بدأ يلعب كرة نقول احنا تختلف تماما عن ما كان يلعب سابقا، يصل للمرمى الفريق المنافس بكثرة. الفريق الميناء يمكن أسوأ مباراة أنا شاهدت فيها هذا الموسم، ما جاي يقدم العطاء اللي يعني أنا أعتقد لاعبي جيدين، تعثرات في الأوقات الأخيرة، يعني في المباراة الأخيرة هنالك تعثرات، الفريق لحد الآن ما ظهرت لمسات مدرب بصراحة. على الرغم من أنه الآن هو بالمركز السادس، كان بالمركز الثالث، ايضا واحده من المباريات اللي المهمه في الدور القادم ما بين الطلبه وامانه بغداد لاشتراكهما بنفس يعني حقيقه بنفس النقاط 20 نقطه. احنا حقيقه زرنا يعني الفريقين، اخذنا راي مدرب امانه بغداد بالمباراه وايضا بالوضع العام ل الفريق، اتكلم ما يقارب 4 دقائق زميلنا العزيز احمد خلف، لكنه بالتاكيد لضرورات فنيه اخذنا تقريبا دقيقه. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع عن ماذا تحدث احمد خلف. انا اعتقد احنا لحد الان بعدنا في مسار المتقدمين، يعني يمكن تلكينا شويه، يعني حالات التعادل المتكرره اصابتنا بعدم توازن، يعني هذا الضغط اللي دا يتولد على اللاعبين من خلال كل مباراة نحاول العودة للانتصارات، فأعتقد جاي يولد ضغط على اللاعبين، وبالتالي جاي نجد صعوبة في المباريات. مباراة طلبة مباراة صعبة، فريق منتشي بالنتائج الأخيرة، مستقر، يختلف عن السنوات الماضية. اليوم الطلبة دا يظهر بصورة أخرى بروحية لاعبين شباب باستخدام لاعبين الخبرة، كل هذه الأمور احنا عارفينها ونعرف أنه اليوم الطلبة رقم صعب في بطولة الدوري،
من جانبنا احنا دائما نعول انه لاعبيننا يؤدون اداء عالي بالمباريات الكبيره، والدليل انه كنا في كل المباريات القويه كنا حاضرين ومتواجدين سواء بالنتيجه او الاداء، فبالتالي الحافز لدى اللاعبين متوفر يعني قبل لا تنطلق المباراه، لانه هكذا نوعيه من المباريات هي مباريات للاعبين لاسمائهم لتاريخهم، وبالتالي اعتقد اللاعبين راح يقدمون كل ما عندهم. اذا هذا كان جزء من حديث الكابتن احمد خلف. خلينا نتحدث يعني عن مباراتهم القادمه، ويعني بشكل مختصر حتى يعني الحقيقه نوفي الغرض في الحلقه. طبعا اكيد يعني احنا تحياتنا نوجهها للكابتن احمد خلف. احنا كليتنا يمكن في حلقات سابقه دعمنا نادي بغداد، وخاصه بالبدايه المشوار مالته نتائج الايجابيه، نتمنى بانه كان يكون فعلا منافس حقيقي للفرق الجماهيريه، لكن ايضا كنا متوقعين الادوات اللي عنده مو ادوات عاليه جدا المستوى. هنالك فرق بصراحه كان استقرارها افضل من نادي بغداد من ناحيه الاموال واستقطاب نوعيه لاعبين، لذلك احمد خلف كان واقعي خاصه في تصريحاته في المباريات الاولى، وقال احنا نحاول نستثمر كل مباراه، يقصد المباريات تقام على ارض امانه بغداد، وايضا مبارياته اللي تكون مع فرق متوسطه او دون المتوسطه استغلها، وذلك حصل على نقاط جيده. لكن عندما بدا يعني يلعب مع فرق مستواها اعلى، بس هو فاز على فريق الزوراء. نعم هنا طبعا اكيد فريق الزوراء مر بمرحلة صعبة. نعم. لذلك أنا ما أريد أقول بالعكس، هو اجتهد أحمد خلف ولاعبي اجتهدوا في المباراة أمام الزوراء، لكن بعدها بدأ التلكؤ بصراحة، وتكلم عنه بأن هنالك تعادلات وخسارة، والفريق يحتاج إلى عودة سريعا بصراحة من خلال فوز يكون مستحق. يكون حالة ضغط صارت يعني علينا. ضغط يعني ضغط كبيرة. لكن الرغبة بالعودة. بالضبط. هنا تحدي بالنسبة للكابتن أحمد خلف واللاعبين. أحمد خلف يجب أن يتعامل، هنا تجي تحضر الحالة النفسية، التهيئة النفسية للاعبين، يجب اللاعبين يكون واجباتهم تكون سهلة ومرنة، وبالتالي اللاعبين يعني ما تفرض عليهم قيود كثيرة بالواجبات، بالإضافة إلى أن تتعامل مع كل مباراة بواقعية بشكل تحترم الفريق المنافس، تقدم أفضل ما عندك من عطاء، وبالتالي أنا أعتقد هم بدنيا جاهزين وأيضا يعني فاهمين عقلية المدرب مالتهم، يستطيع الفريق العودة بنتائج إيجابية أنا أعتقد، لكن يجب أن يخفف الضغط على لاعبي من خلال يعني من خلال أكيد يعني نقول إحنا استغلال الوقت أثناء المباريات. نعم. بعض المباريات يحتاج أحمد خلف بصراحة مو اللعب استعراضي، يعني هو دائما ما يحاول يلعب كرة جميلة، لكن بعض الأحيان مو دائما تلعب هي الأساس تكون كرة جميلة، الكرة الواقعية مع أدوات قوية يعني تلعب مع فريق منافس قوي. أنا أعتقد الطلبة فريق يمكن أفضل فريق حاليا من ناحية الأداء، جاي يلعب ويقدم نفسه بصورة جميلة مع مدرب أيضا جيد وكبير كابتن أيوب أديشو، الفريق يمر يعني بوضع جيد رغم وضع المادي السيء، لكن عنده عناصر قوة، هو جاي يلعب كفريق كتيم يعني منظومة عمل صحيحة، يلعب بإيجابية كرة سهلة يلعب ويستثمر الفرص مالته. أنا أعتقد المدرب أيوب أديشو فارض فكرة تدريبي على اللاعبين، يعني تقريبا فلسفته التدريبية واضحة على اللاعبين داخل المستطيل. يعني انا اعتقد يعني هاي نقطه مهمه جدا كابتن، بالاضافه الى هاي انا اعتقد كابتن ايوب ديشو خبرته بالتعامل السنوات الماضيه، يمكن هاي افضل سنه يمكن استطاع يتعامل بها مع المباريات. نعم. بشكل ايجابي دائما، ولذلك حتى يمكن هو نفسيا مستقر. نعم. مع الفريق، لذلك جاي يطلع عطاء ممتاز، قرارات يعني محكمه، قرارات صحيحه وايجابيه. أنا أعتقد الطلبة راح يستمر بالنتائج الإيجابية إذا ما حصل لا سمح الله شيء طارئ، وأنا سمعت أشياء بصراحة جانبية لكن ما نتركها. إحنا راح أيضا نسمع أهل الطلبة الملاك الفني وبعض اللاعبين ملاحظاتهم عن الدوري وعن الفريق. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع. نتائج منطقية وما صابها أي نوع من نقول مفاجأة،
هذا سببها التصاعد بالمستوى بالاستمرارية المباراة. نتمنى أن يستمر الدوري بدون تأجيلات، هاي واحد. اللي صارت مثل ما تفضلت نادي الميناء تعرقل مع الجوية، فريق كبير بملعبه وبجماهيره، ميناء قدم ما عليه، هاي واحد. النفط الوسط شاهدنا المباراة في مع أربيل، كان تعادل الدقيقة الأخيرة بال91 ناتج عن ضغط فريق أربيل، وجابوا نتيجتنا كانت يمكن أصعب مباراة هي مباراتنا بسبب فريق جيد، الملعب تارتان له أثر سلبي على لاعبينا. النتائج الأخرى بغداد مفروض يعيد نفسه، من الفرق من الجيدة، يملك مدرب، يملك إدارة جيدة، أتمنى يعيد وضعه رغم هم مباراة الدور المقبل معانا. فنتمنى أن يستمر الدوري بهكذا سخونة، بس أنا هذا عبر هذا اللقاء أدعو جماهيرنا الرياضية أن تكون أكثر تواجد، لأن تشاهد مباراة بدون جمهور يعني مالها، يعني مالها رغبة. فنصيحة أو أناشد إخواني المشجعين منا رفع الحظر إن شاء الله يصير من تواجد جماهيرنا وتشجيعهم المثالي. النتائج كانت طبيعية، ما بيها مفاجآت بهذا الدور، وتعرف الفرق اللي كانت تفوز اللي هي بالمقدمة، يعني نتائجها حسب رأيي نتائج طبيعية، وتعرف أنت اللي فريق اللي دكة الاحتياط عامرة راح تكون نتائجها خلال الدوري يعني طبيعية، عكس الفريق اللي عنده لاعبين نقص في بعض المراكز النتائج راح السوء. واتوقع يعني مثل ما شفت نتائج هذا الدور، يعني اقيس لك على فريقنا والنفط الوسط ونادي النفط والجويه، يعني نتائجهم طبيعيه. الحمد لله شكرا على هذه النتائج اللي تحققت. اعتقد اغلب اللاعبين جاي يلعبون بفكر الكابتن ايوب، جاي يطبقون الواجبات اللي عليهم، ونتمنى لهم موفقيه باستمرار، واتمنى من الاتحاد بانه يستمر الدوري لعدم التوقف، لان تعرف الفوز يحتاج لاستمرار، يفوز الفريق ويوقف الدوري تصير مشكله، يعني لازم تعدل اللاعبين من جديد، تصير عندك اصابات، تصير تكلفه ماديه اكثر على النادي، على اللاعب، على المدربين. رغم الضيق المادي اللي يمر به الفريق، لكن اللاعبين مصرين على الوحدات التدريبيه وعلى العطاء في المباراه ايضا. هذا سر النجاح الفريق، تربطنا علاقه طيبه بالكادر التدريبي والهالاداريه طبعا، الصراحه من الكابتن علاء الى الاخ ابو سجاد ولا الاخ ولا الاخوه الاعضاء. هذا الشيء يعني يفرحنا كلاعبين. احنا فريق طلبه شبابي، وتعرف كم واحد يعني اكو خبره وياهم، فاحنا يعني روحة اللاعبين جيده. تعرف التوقف الدوري شويه صعب، يعني توقف علينا الدوري وهذا، بس الحمد لله رحنا واخذنا 3 نقاط. تعرف بالمحافظات صعبه 3 نقاط، بس الفريق كان روحيه وحده وكتله وحده ان شاء الله، والكادر ما قصر، والحمد لله فزنا وجبنا 3 نقاط. وان شاء الله هاي اللعبه همين نحقق 3 نقاط ونهديها للجمهور الطلبه. اذا كابتن بسام راح اقرا قليل من التعليقات. صديق نصير العوادي حقيقه يتمنى التوفيق، والكابتن عبد اللطيف ايضا يقول تغطيه مميزه من خلال حلقتكم الممتعه. صديق زيد الزهيري يقول نفط الوسط نادي عريق ويستحق الصداره وهو بطل الدوري. الصديق عبد الامير نعيم صديقي العزيز، ما زال نفط الوسط متصدر وسيبقى لأن الآخرين ليسوا بمستوى الأداء. الميناء فقد هويته بعد أن تركه المدرب السوري، والزوراء تذبذب بالأداء والهوية لا زالت مفقودة، وأسأل لماذا التذبذب سمة غالبة بكل أداء أنديتنا ومنتخباتنا؟ هل هو التكتيك الخاطئ أم سيكولوجية ومزاج اللاعب هو السبب؟ سؤال وجيه جدا. أحمد خلف، من هو نجم الدوري حسب رأي كابتن بسام لغاية الآن؟ هو يقول باعتقادي مازن فياض، وما رأيه بلاعب نفط الجنوب أحمد جلال؟ الكابتن هاشم السيد تحياته لك. الصديق محمد العراقي أيضا. الصديق جواد أبو علاء يقول الفرق العراقية لا تؤدي بشكل جيد، ولا نرى الاحتفاظ بالكرة، ولا نرى تدوير للكرة ولعب كرات طويلة، وهذا الأسلوب عقيم. الصديق علي فرحان أيضا تحياته لك. والصديق ناصر عامر يقول المحللين شتتونا، الكابتن بسام يقول مباراة الشرطة والزوراء لا لون ولا طعم، وعباس عبيد قال أداء الشرطة روعة. جاوب على ما يعني الصديق عبد الأمير قال بالنسبة لي التذبذب المستوى تكتيك ام سيكولوجية ومزاج اللاعب. تحياتي لكل الاخوان اللي بعد اكو بصراحة. نعم
نعم يعني سعداء طبعا اكيد بمشاركات الاخوان الاعزاء والاخوات ايضا. نعم طبعا اكيد السؤال وجيه بانه المشكله وين، يعني المشكله بالتذبذب الاداء هنا، أنا فكر المدرب يعني وطريقه لعبه لو يعني مزاجيه اللاعبين. احنا نتكلم، انا اعتقد اللاعب عندما يدخل مباراة أكيد يحسب حسابات كثيرة، وبالتالي مرات يعني هنالك تفاوت حتى بالتأثيرات النفسية للمباراة من لاعب إلى لاعب. اللاعب الخبرة أكيد يعني بسرعة يتأقلم، يدخل أجواء المباراة. اللاعب الشاب يحتاج إلى وقت، وبالتالي الأداء إذا ما يكون موفق مع لاعب معين عن آخر، أكيد هنا اللاعب يعني كيف يهيئ نفسه من الناحية البدنية والذهنية. أنا أعتقد هنالك شخصيات مختلفة بين لاعبين، وحتى أماكن، حتى الثقافات، الظروف تختلف، ظروف البيئة، التربية، نعم، كلها مختلفة بالتأكيد. ذلك تأثيرات، أكو أندية تأثيرات جمهور عالية كبيرة، أكو أندية ما عندها جماهير يعني تقدر تضغط عليها. ذلك هي أمر يعني متنوع بين كل الأندية، لكن إحنا نتكلم عن شيء عام. حاليا المستوى دون المتوسط بالنسبة لكل الفرق، يعني القضية ما متعلقة بنادي جماهيري أو نادي غير جماهيري. احنا ربما هنالك شيء إيجابي عند نادي النفط، يعني نتائجه جيدة، هنالك استقرار، بعض الأحيان مستويات ممتازة، يعني ربما في مباراة واحدة يكون غير مستقر فنيا، لكن مباراة الأخرى عند رتم واحد يعني من ناحية الأداء. الفرق الأخرى ما شاهدنا هذا الاستقرار من ناحية الأداء الفني والنتائج، دائما هنالك تذبذب مثل ما قالوا الأخوان وتعثر. أما الأخ اللي تكلم عن مباراة الزوراء والشرطة، قال عباس أداء الشرطة، نعم، روعة، وكابتن بسام قال المباراة بلا لون. يعني أنا كل احترامي لكل أخواني وزملائي المحللين، وجهات نظر كل واحد وجهة نظر وجهة نظرة، لكن أنا أتكلم، إحنا نتكلم مرات عن إحصائيات ونتكلم عن، إن شاء الله راح نلجأ للإحصائيات، هاي مهمة، وإحنا نحترم هذا العلم بصراحة بواقعية. أنا أعرف إيش قد وصل نادي الشرطة إلى جزاء فريق الزوراء، وإيش قد وصل الزوراء إلى جزاء فريق الشرطة، كم حالة خطرة. لا، هذا الإحصاء هذه لازم كم تسديدة على يعني المرمى، كم تسديدة خارج المرمى، بالضبط الركنيات المؤثرة الفاعلة، الركلة الحرة الثابتة وغرب، هاي كليتها طبعا جزء من شكل الفريق، يعني ماكو هيئة الفريق. أنا أعتقد المباراة، وما زلت متمسك وأتمنى يشاهدوها مرة أخرى المباراة، خاصة الشوط الثاني، بصراحة مباراة عادية جدا كانت، ما كنا نشاهد نجوم ولا شاهدنا لمحة بصراحة تبهر الجماهير، ولا مباراة لا تليق بالأسماء الموجودة، اللاعبين عندهم عطاء أفضل يقدرون يقدموه، نتمنى بأن يظهر هذا. وأنا أعتقد باعتراف الفريقين انه ما قدموا مباراة جيدة، نعم، مو احنا بس، لا احنا طبعا احنا مريد، قلت لك، لكن بعض الاحيان الاخوان المحللين اصدقائنا هم ما يريد يزعجون المشاهد ايضا، نعم، بعض الاحيان يحاول يعني يزرع ولو بذرة امل، نقول احنا عند مع احترامنا يعني اكيد بعض المشاهدين يزعل على يعني محلل فني او مدرب كرة قدم لانه ينطي رأيه بصراحة، صراحة، لأنه يتعاطف مع فريقه وما يقبل أنه سين أو صاد يوجه نقد بناء، مو يعني نقد هدام. طبعا إذا من خلال التحليلات دكتورنا الغالي، هنا شفت يعني هنالك بعض الأشخاص قالوا نفط الوسط هو متصدر وبطل النسخة ويستحق، والآخر أيضا أكد على هذا. احنا مو ضد فكرة، نتمنى بان نفط الوسط ايضا يفوز بالدوري، اكيد، واحنا نشجع اي فريق يستقر من ناحية النتائج والاداء والشكل العام، احنا نشجعه ونوقف وياه، وبالعكس هذا يضيف لنا في الشيء، يعني نكهة للمنافسة بين الفرق الجماهيرية ونفط الوسط. لكن احنا بعض الاحيان عندما المدرب ما يكون موفق في مباراة، احنا واجبنا بانه نقول شنو السبب. راح نتكلم عن مباراة نفط الوسط واربيل بعد ما نشوف فقرات إلى من يهمه الأمر والكارتات الثلاثة. مشاهدينا الكرام، تعالوا معي أولا لنشاهد فقرات إلى من يهمه الأمر. رسالتي إلى جميع المعنيين من الهيئات الإدارية والمشاركة في الدوري الممتاز. حدث في الآونة الأخيرة وفي المرحلة الماضية يعني سجالات كثيرة في الإعلام ما بين
مشرفي ومديري فرق الأندية مع الحكام، وأعتقد هذا يعني شيء سلبي حقيقة، ونحن أكيد يعني نريد نظهر صورة طيبة لدورينا ولسمعة كرتنا، ومقبلين على رفع حظر ولجان مقبلة لزيارة ملاعبنا. إذن مشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى الكارتات، أولى هذه الكارتات هو الكارت الأحمر لنتابعه. الكارت الأحمر الصراحة الاتهامات اللي طالت بعض الناس، إن كان حكام أو إن كان إداريين، صراحة احنا يعني كرة قدم يعني اكو اعصاب واكو نتائج سلبية واكو ضغوطات، لكن علينا ان نكون احنا كمسؤولين كمدربين يعني قادة، واحنا مثال ونموذج اللاعب. احيانا هذه الامور تودينا يعني الامور ثانية، مثلا احنا كل البلد متوجه لرفع الحظر، ونريد نبين للناس انه احنا وضعنا وضع كرة قدم وضع جيد ووضع مطمئن، لكن صراحة تطلع لنا بين الحين والاخر هاي الامور تعكر صفوة الجو الرياضي. نتمنى انه او يعني نتمنى هذا الموضوع ينتهي نهائيا. ايضا من الكارت الاحمر الى الكارت الاصفر، ودائما مع الملاك الفني المساعد لكرة امانة بغداد. كارت اصفر وجهه الى ادارات الاندية، كون احنا ماضين برفع الحظر عن ملاعبنا، ارجو من جميع ادارات الاندية الاعتناء بملاعبها، وكون مباريات الدوري العراقي جاي تنقل نقل مباشر، يعني من المؤسف احنا جاي نشوف ملاعبنا وارضيات ملاعبنا يعني الى يعني مؤسفه جدا الصراحه. اخيرا مع الكارت الابيض. اوجه الكارت الابيض الى لجنه المسابقات اللي استمرار الدوري طبعا يعطي حلاوه يعني باستمراريه اللاعب، حتى اللاعب او الفريق يثبت ادائه، يعني ما يمر بحالات قطع كثيره. حقيقه نتفق مع ما ذهبوا الى الجميع في فقره لا من يهمه الامر والكارتات الثلاثه الاحمر والاصفر والابيض، لانه هو واقع حال عايشناه سواء في الجوله الحادية عشرة او اللي سبقتها. عموما صديق قيس العراقي يقول بعد التحيات، يقول بعض المباريات حسمها باللاعبين الخبرة وليس بفكر المدربين، مع احترام للمدربين، أو خطأ من لاعبي الفريق المنافس. الصديق باقر حمزة يقول دوري العراقي لا طعم ولا رائحة لحد الآن، ولا يلبي طموح الجمهور العراقي، والقوة الجوية يطالب باللعب في دوري أبطال آسيا ونحن بلا دوري. تحيات صديق وسام سليمان من كندا، وايضا صديق عماد. خلينا نتحدث بالجزء الاخير من البرنامج عن نفط الوسط المتصدر ومباراته مع اربيل. طبعا اكيد نفط الوسط احنا الفريق مستقر، فريق قوي، عنده لاعبين مميزين على مستوى المدافعين، خط العمود الفقري جيد جدا، لاعبين يستطيعون يصنعون الفارق. انا اعتقد حتى بالمباراه كان يستطيع يعني يفوز في مباراته امام نادي أربيل. الكابتن عبد الغني شهد مدرب يعني ناجح، ومدرب يعني يستطيع قراءة الفرق المنافسة بصورة جيدة، لذلك تعامله دائما يكون جيد في مباراة. لكن بصراحة أقول لك هاي المباراة لم يكن موفقا الكابتن عبد الغني شهد. الشوط الأول كان لنفط الوسط سيطرة واضحة ومحكمة على مجرى المباراة، واستطاع تعتقد تحفظه بالشوط الثاني ادى الى الشوط الثاني. انا اعتقد المشكله بانه تغييرات البدلاء، يعني انت اخرج ما كانوا بمستوى، اخرج محمد جفال وصالح سدير لعب على جهه اليسار، احمد خلف لعب بالنص، صار هناك هاي اياد خلف. التغييرات اللي صارت بصراحه ما كانت في مصلحه الفريق، وبالتالي الشوط الثاني أربيل نشط وكان وضعه جيد جدا، فعل الأطراف بصورة صحيحة بالدقيقة 90 يعني تسجيل هدف. فريق أربيل يعني مع مظفر جبار جاي يتعامل مع الفرق الكبيرة بواقعية جدا، ينشط يستثمر أو يقنن جهد الفريق بالشوط الأول، الشوط الثاني ينفتح أكثر،
خبره مظفر جبار جيده بالرغم بانه تكلم في اليوم على المغتربين. انا اليوم هاي واحد يراد الحلقه. زين انت ليش تعتبر نفسك مغترب؟ لانه يعني هسه احنا كلنا طلعنا ورجعنا. لا ما نعتبرنا احنا ابناء وطن. احنا الوطن. احنا نعتز بمظفر جبار بكل مدربينه، لكن نتكلم بانه ذول اللي برا ابناء الوطن يوم الايام يرجعون الى الى هو ايضا كان برا عمل كثير بسلطنه طبعا. اللي برا هم مو منافسين لمظفر جبار نهائيا. لا تاكيد هم اخوته وايضا انا متاكد يدعموه لما ينجح مظفر جبار. بالتالي هو النجاح للكل، لكن هو ادي فريق اداء جيد ونتائجه يعني عنده تعادلات كثيره بصراحه، عنده فوزين عنده خسارتين. الأمر مشابه الأمر مع علي وهاب ونفط الجنوب. علي وهاب ونفط الجنوب. نفط الجنوب أيضا جاي يتعامل هو يعني علي وهاب أيضا بشكل جيد. الفريق يحرج فرق كبيرة بصراحة. أنا أعتقد ما زال عنده عطاء علي وهاب. أكيد. قادم أيضا. أعتقد تأجيل مباراة النجف وكربلاء أثر على النجف أكثر من كربلاء. كلش أثر. هو جاي من فوز يعني فوز كبير على نادي القوة الجوية، وبالتالي تأجيل هذا ما يصب بمصلحته. الحسين وإحنا نمر. نادي الحسين والبحري وزاخو والكهرباء والسماء والكرخ وكربلاء، هذه الفرق من المرتبة، ونفط ميسان حقيقة هذه الفرق ما تناولناها أيضا. نعم نعم. السماوة والكرخ يعني إحنا قلنا مدربين أحمد دحام تمنى الموفقية مع نادي الكرخ، وأيضا صباح عبد الحسن المدرب السابق أيضا للسماوة نجح وياهم. أنا أعتقد بأنه راح ينجحون مع الفريقين. نتمنى وهذا الشيء بصراحة يفرحنا ويسعدنا. اثنينهم يملكون الخبرة، يملكون أيضا فكر جيد أيضا بالتعامل مع المباريات، وبالتالي هم اثنيناتهم مكسب لكلا الفريقين. كربلاء هل سيغير من صورته؟ يعني كربلاء أنا أعتقد يغير من صورته. الفريق كربلاء بالرغم قلنا إحنا إمكانياته المحدودة، لكن فريق كربلاء خصوصا بالمباراة في كربلاء فريق صعب. زاخو أيضا جاء النتائج الإيجابية جاية مع محمد وأيضا مع أحمد والي هذه أول نتيجة إيجابية، وراح إن شاء الله يحقق النتائج. الحالة النفسية راح تتغير مع أحمد والي خلال المباراة القادمة. وهو البحري أيضاً البحري بصراحة هناك صعوبات يعاني الفريق البحري رغم بدايته الجيدة لكن هو أيضا يعني صعوبات هاي ربما تتغير حسب فكر ورؤية المدرب. إن شاء الله الجولة الثانية عشرة تكون أفضل من هذه إن شاء الله. الجولة شاكر إن شاء الله. إلك كابتن بسام. شكرا جزيلا دكتور على الاستضافة وعلى أيضا الكادر المميز بصراحة والمخرج اللي كستاق الوقت انت استاذ فراز. عموما شكرا جزيلا مرة أخرى كابتن بسام. شكر موصول لكل من شاهدنا تابعنا في حلقة هذا اليوم. يوم الغد سنفتح ملف الحكام والتحكيم إن شاء الله. انتظرونا نفس التوقيت. حتى ذلك الحين نلقاكم على خير. شكرا.